منير عجم بفيديو تاني على البومبا جاي، مش تكمل يعني، هو موضوع مستقل شوي بس نفس النطاق الفيديو السابق. بهالفيديو حركز على اللي بعتقده أنا هو مجموعة العمليات الناقصة بالبومبا جاي. هلا أنا مش حركز يعني، نحن اليوم إذا بنطلعه إذا بيدرس واحد الميثودولوجي تبع سوكات كامب موديل، نحن بالميثودولوجي تبعنا عندنا 76 بروسس، بينما البومبك في 47، يعني تقريبا في 30 بروسس فرق. هلا طبعا احنا زايدين شغلات ما رح ركز عليهم، هلا حركز بس على البومبك. يعني انا هون بنرجع لانه هذا الفيديو الثاني عن موضوع التناقض داخل البومبك جايد، اما ما ضروري يكون تناقض، ممكن يكون سموه بدكم اياه، انا حسميه تناقض. اذا ما طلع بالبومبك جايد وبنقرا الماتيريال بنرجع على المعلومات، في كثير شغلات اما ممكن تكون هي عمليات بس ما لها عملية مستقلة، يعني ما في independent process لها. يعني إذا منطلع بالفورتيز إذا نقرأ البومبا جايد نفهم أنه في أكثر من 47 process، بس مذكور 47 process. خلينا نعطي أمثلة، وهلأ بالطبع ممكن يقولوا الناس أنه ما ضروري. طب أوكي ما ضروري، ممكن أنا ما عم بفترض، أنا بالميثودولوجي تبعيني أنا بعتبرهم ضروريين، غيري ممكن يعتبرهم مش ضروريين. بطبع كل شركة وكل شخص وكل مؤسسة إلى الحق تعمل البروجكت مانجمنت سيستم والميثودولوجي تبعها بطريقة اللي بتناسبها هي. بس خلينا نذكر بعض الأمور الثانية. بالفيديو السابق ركزنا على موضوع الأكواير ذا تيم، أما حكينا فيها ما قلنا بدنا نشرحها أكثر هون. مثل ما قلنا بالأيسو بيقولوا بالإنيشيتنج في شيء اسمه استابليش تيم، أوكي؟ بالبومباك بس في عندنا بالإكزيكيوتنج بروسس، يعني معناتها إذا واحد بيقرأ البومباك إذا بيقرأ الأسماء البروسس بس لائحة البروسسز بيفكر انه التيم ما بيجي للاكزيكيوشن. طيب مين يعمل البلاننج ومين يعمل الانيشيتنج؟ هلا بنقرا البومباك جايد نحن بنفهم انه بالطبع مدير المشروع اجى بالانيشيتنج بروسس جروب، ما عم نحكي لايف سايكل، خلينا نركز بس بروسس جروب تنبقى بالبومباك جايد. واكيد اذا المدير المشروع مش عم يشتغل لحاله وهو بتاع كله، معناتها بمرحلة البلانينج قبل ما نبلش البلانينج المدير المشروع لازم يكون عنده فريق عمل عم بيساعده طيول على خطة المشروع حسب البومباك جايد. معناتها بالانيشيتنج اي موبيلايز بروجكت مانجر، وبالبلانينج اي موبيلايز بروجكت تيم البروجكت مانجمنت تيم، وبالاكزيكيوشن او مانج الفانكشنال تيم اللي هن حيشتغلوا الشغل. ممتاز. طيب هل هودي ما بيحتاجوا بروسيسز؟ ما راح اعطيك انا بطبع برايي، اكيد سيلكتنج ذا بروجكت مانجر على بعض المشاريع، على كثير من انواع المشاريع، هو ممكن يكون عمل يتطلب جهد كبير ومش عمليه انه انا بيطلع مدير الشركه بيكذر على القاعه وين الموظفين قاعدين بيقول له فلان الفلان تاع دير هالمشروع، مش هيك العمليه. اداره المشاريع لازم يكون الاشخاص عندها كفاءه محدده، واذا بدنا نشتغل طريقه علميه، نحن هلا ما بدنا نشتغل طريقه الفوضى والاكسيدنتال بروجكت مانجر، بدنا نشتغل طريقه علميه. كل مشروع له مواصفاته، لازم يكون المدير المشروع حسب حجم المشروع نوع المشروع وخبرة المشروع وكبر المشروع وأهمية المشروع ممكن يتغير اختيارنا لمدير المشروع. هلأ بالطبع إذا العملية بسيطة ما بدها شيء فينا نقول نحن NA هالبروسس not applicable، يعني مثل ما PMI بتقول إنه البروجكت مانجر له حق ينقي منها 47 بروسس. طيب نحن هون هذا select project manager process نقول ما بدنا إياه، منيح، بس إذا مشروع بدنا إياه وين هو؟ كمان نفس الشيء فريق العمل. خليني انتقل بس انه هاي النقطة هون بعتقد الفكرة وصلت مشان ما ناخذ وقت كتير، انه هل نحن بحاجة اليوم لبروسس لاختيار وتعيين مدير مشروع؟ هل نحن بحاجة لبروسس لاختيار وتعيين فريق إدارة المشروع؟ ايه ولا لا؟ بالطبع هالشيء بيرجع لكم. اذا بنبقى بالتيم من بالبومباك الفيرجن الثالث كان في شيء عندنا اسمه مانج ذا تيم، كان كنترول بروسس. هلا بسبب من الاسباب بالاديشن الرابعه الشباب اللي عم بيشتغلوا على البومباك نقلوها من الكنترول حطوها بالاكزيكيوشن، صارت المانج ذا تيم بالاكزيكيوشن. طبعا كلمه مانج ما فيها مشكله، ما عندي مشكل، اوكي اكزيكيوشن. بس اذا ما طلع اليوم بالبومباك جاي بالاديشن الرابعه والخامسه ما في عندنا بروسس اسمه كنترول ذا تيم مثلا. في كنترول كوميونيكيشن، كنترول ستيك هولدر، كنترول لكل النولج اريا تانيين الا للاتش ار. طيب ليه؟ وي دونت دو كنترول للتيم؟ يعني اذا انا عم اشتغل على مشروع ولقينا انه الفريق مش كافي
يعني المونيتورينج، شو هي المونيتورينج؟ المونيتورينج بتقول انه انا بناء على شغل المشروع فريق العمل اللي عندي اعداده مش كافي، ولا ما عندهم الكفاءه الكافيه، ولا بغض النظر شو هي. معناتها اذا ما بنعمل شيء نحن هالمشروع يتاثر سلبا، معناتها لازم ناخذ اكشن. هالاكشن شو هو؟ انه نعدل بالفريق العمل، يا بنزيد اعضائه يا بنغير بعناصره. هذا كنترول اكشن، مونيتورينج كنترول اكشن. اليوم ما في موجود هالبروسس، معناتها كأنه عم نقول انه وي دونت كنترول بروجكت الاتش ار، البروجكت تيم اريا ما بدها كنترول. كمان موافقين معي وموافقين معي؟ بالطبع هذا الشيء بيرجع لكل واحد منا. اذا بنقرا كمان البومباك بنلاقي انه في شيء اسمه تشينج مانجمنت بلان، ديفلوب تشينج مانجمنت بلان، وديفلوب كونفيجريشن مانجمنت بلان. طيب وين اللي هو؟ ما قالوا العمليات مستقله. طيب هل كونفيجريشن مانجمنت ولا تشينج مانجمنت مش مهمين كفايه ان يكون لهم بروسس لحالهم؟ يعني في عندنا بروسس للكولكت ريكويرمنت وايدنتيفاي ستيك هولدر وعندنا كل شيء. يعني فينا نقول اذا العمليه بديهيه، طيب انه اوكي ديفلوب تشينج مانجمنت بلان عمل شيء بديهي. طيب لكن لشو بدنا البروسس اذا كل شيء بديهي؟ طيب ليش مش موجودين؟ موجودين هني بالبومبك مشروحين، وبس وين حاطينهم؟ من ضمن الاوفر اول مانجمنت بلان. فنحن عم بنقول نحن بحاجه لهالبروسيسز، بس هن موجودين من ضمن بروسس غيرهم، يعني هن جزء مش بروسس مستقلين. كمان هذا الشيء بيرجع بس هون للتوضيح. كمان بنفس المنطق ستافينج بلان من ضمن الاتش ار. طب ستافينج مش كمان مش هي موضوع مستقل، ولا البروسس امبروفمنت بلان من ضمن الكواليتي؟ يعني هون عم نجرب نوضح نحن فيه انه في عندنا كتير عمليات ممكن تكون مستقلة، اوكي، اما ممكن نحن نخبيها داخل عمليات تانية. يعني مثلا develop schedule، في عندنا نحن بال develop schedule نشتغل على موضوع critical path analysis وال resource leveling وال schedule optimization fast tracking و crashing، كلهم بال develop schedule، بس creating activity list لحالها وال network diagram لحاله. طب ليه؟ يعني ما فينا نحن نقول مثلا develop schedule ويكون في من قلبه كل شيء، اما فينا نقول مثلا create activity list and network diagram. اما create network diagram تعمل network diagram لازم يكون عندي list تبع activities، مش شيء بديهي هي. يعني هون بعض الشغلات انه احد الامور نحن متمنى، يعني هون بدنا نختصر هالفيديو وننهي. يعني احد الاقتراحات اللي طرحناه مره واصدرناه مره باحد المقالاتنا كمان، انه للاسف اليوم كبروجكت مانجمنت انستيتوت ما عندها اليوم تنقول سبيشال تيم اللي هن بيد ستاف، اما زي ار هايرد يعني مصفوفون تنقول كتاسك فورس تراجعوا البومباك جايد وراجعوا هالمراجع هذه وتاكدوا منها. عم يعتمدوا على بيقولوا نحن ما خصنا، هذا شغل الفالنتير. طب على راسي شغل الفالنتير جيد، بس في احيان شغلات ممكن يكون فيها تناقض، اوكي. والمشكله اليوم يعني هلا اذا انت نقول انا افترض جلدا انه كل الحكي اليوم انا ما موافقين عليه، طيب ممتاز، هل في عندكم اي تساؤل؟ يعني اليوم امبارح كان حدا احد الشباب عم يطرح سؤال على الفيسبوك، قلت له ابعثوا له بي ام اي. اذا عندنا تساؤل اليوم في عندنا حدا جاوبنا عليه من بي ام اي؟ يعني مثلا موضوع الكنترول ذا تيم، تنقول اذا بتقولوا ايه مزبوط والله منير معك حق، لازم يكون في كنترول تيم، ليش مش موجود؟ طب نبعث رساله للبي ام اي ونسالهم هالسؤال، في حدا جاوبنا؟ يعني هاي المشكله اليوم مع احد الامور عم يواجهها مع البي ام اي كمنظمه. يعني بالنسبه لي البي ام اي منظمه خربانه وغير اخلاقيه، وعم تشتغل على موضوع الربحيه والارباح فقط لا غير. طب ليه ما عم بصير في موضوع انه هذا هو البومبا جايد، هو المرجع الاساسي، وبي ام اي بتفخر بتقول في اكثر من 5 مليون نسخه موجودين بالعالم؟ طيب هال 5 ملايين نسخة، إذا كل نسخة عم بتبيعوها بس دولار، ما بتستحق أن يكون في عنا كم خبير داخل بي ام اي موصفين؟ أما بتوصفون بس تعملوا بروبر ايديت، ولا خلاص بنقول نحن ما خصنا هذا شغل الفالنتير؟ في كتير مواضيع تاني فينا نحكيها هون، أنا ما بدي كنت حول هذا الفيديو لانتقاد للبي ام اي، بس على الأقل كموضوع كمعلومة أنه في شغلات هون فيها تساؤلات، مين في جاوبنا عليها؟ يعني هذا التحدي الكبير. نختم هون ونقول شكرا، وإلى اللقاء بفيديو آخر.